تعزز قطاع السياحة والصناعات التقليدية بولاية إليزي بمشاريع هامة كانت محل معاينة من قبل وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود كقرية السهار السياحية طور الإنجاز، بالإضافة إلى تدشين فندق جديد لمستثمر خاص من شأنه أن يرفع من القدرات الاستيعابية بهذه المنطقة السياحية. شفنا مرافق سياحية في طور الإنجاز، شفنا مرافق سياحية وضعنا لها حجر الأساس ودشنا مرافق سياحية جديدة، هذا دليل على أنه بالاستقرار بالأمن بالهدوء تمشي التنمية في جميع أنحاء الوطن. وتشجيعا للمرأة الحرفية أكد السيد الوزير الذي طاف بأجنحة معرض الصناعة التقليدية دعم الدولة المستمر لهذا القطاع للحفاظ على التنوع والثراء الذي تزخر به ولاية إليزي. أقول للمرأة خاصة الترقية والمرأة الجزائرية عامة، صحة عيدكم. أزلي بوركم فول الشتمات انتموها نحن الشرف الوزير والديوان غدي كنا الزيارة دغ المركز وان الجامعية هلواغ إن شاء الله الدياوية الله منطف رغكالنا. تمنوا لهم عيد سعيد بمناسبة 8 مارس، والمرأة الترقية كما تشوفوها كيفاش حاضرة كذلك بمنتجاتها التقليدية التي قدرت أنها تغزو بها العالم إن شاء الله بفضل النوعية الجيدة وبفضل الدعم اللي تقدمه الدولة. أما ببلدية برج الحواس أشرف السيد الوزير على وضع حجر أساس لمنتجعات سياحية ولتسييرها والمحافظة عليها، اتفاقية جديدة بين قطاعي السياحة والبيئة.